هذا يا سيدي بنسيد حكايتنا اليوم على فوزية. كانت الحاج مفتاح اللي من يوم خشت ليها العيلة ولقال بالها يرتاح. خدت محمود مدلل أمه والصغير في الخوت، تزوجت وجابت الصغيرة وعامر عليهم ربي بخيرة، والحمد لله مستورة من عند ربي وفي خيار خيرة. برا يا زمان وتعالى يا زمان، ومرض الحاج مفتاح واللي هناك كان يكسابه مشى في العلاج. وفوزية كانت من عيلة متسمية، مدت الخير كلها لرجلها، من قولت بوك زي بوي والله ما نرضى نشوفها يعاني، ومحبته ومعزته غالية في وجداني. وبعد ما عانى عمك مفتاح مشى وتوكل لي عند ربي وارتاح، والعيلة من بعدها قعدوا غير يخلصوا في الديون. ومحمود يشكي وفوزية المشومة تنط تعطي منه فلوسها يحسابها كنز مكنون. وبرا يا زمان وتعالى يا زمان، ومحمود قال لصاحبة على مشروع بيفتحوه، وكان ربحه بيولوا وين وين، وزي ما يقولوا اطمع وقطع الركبة متحادين. ناط قال لفوزية وهي زي البهلولة اللي يقولها تهز راسها وتقول عليه باهي، توا لين تنكوى بالشاهي وتقول اه يا عزي ودلالي. بعت كل الذهب وعطتها لمحمود بيفتح به مشروع، وقال لها ردي بالك تقولي. سكتت على حقها ولا قالت كلمة، ومع الوقت سمعت بنا صاحبة ضحك عليه واخده منا الفلوس وهرب، وقعد يصفق زي ما يقولوا ارجع ايديه فاضيات. ودارت الأيام والليالي وفوزية ساكتة ولا كلمة، لين نهار من النهارات واحدة من الجارات شافت عدنان مع بنية ويلود، قالت هو ولا مش هو، لين وضح لها وبان إنه هو. خدت بعضها ومشت لفوزية وقالت لها ما تقولي ليش يعطيك كيا راجلك مع من يلود طول النهار، وهو شادها يتمشى مع واحدة من البنتة تقول جاية من حارة اليهود. سكتت فوزية وقالت آه يا ناري القوية، وناضت قصقصت لين عرفت إن محمود يخون فيها. مشت لماليه وحكت لأخواتها علي يدير فيه، نادوا قالوا لها خونا ما يدير هالعمل غير انتي، لما طاحت بيه درتي لها العملة لانك معشت بيه. وجاء محمود وقالوا له غير تعالى شوف مرتك الكذابة شن عليك تقول، عقاب هالوقت بتدوي بيك وبتطلعك مهبول. وفوزية بنت الوصول ما قالت كلمة ولا طلعت سرهم بين الناس والجيران، وطلقت وهي في خيار العمر من هالزمان. وبعد وقت اللي هناك مدسوس طلع، والكذب حبل قصير مهما طوال الوقت. اطلع محمود واحد حشاكم كذاب سفساف، لخسر لسو وشري أراضي وبني عليها قصور، وهذا كله على حساب فوزية بنت الوصول. وفوزية قعدت الموجعة في قلبها الدور، وكيف ظلموها ونكروا وقفاتها معاهم في كل هالأمور. لكن مقيولة ما يعجبك في الزمان غير إنه يدور، والدنيا سلف ودين. ربك بلي محمود بيضاك قديه اللي الله يعافينا ويشفي المريض فينا، وصرف اللي قدامه واللي تحته، واللي قال حاجة القاها، وربك منسي حد. لكن الموجعة في القلب تقعد تهد هد، وزي ما يقولوا ناس زمان الجرح يبرأ والورق يتورق، والموجعة في القلب ما تدرك.